بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. أسعد الله أيامنا وأيامكم أعزائي المشاهدين بمناسبة مولد كريم أهل البيت وسبط الرسول صلى الله عليه وآله الإمام الحسن سلام الله عليه، وعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. يسعدني أن ألتقي معكم في ليلة رمضانية جديدة من الليالي الرمضانية المباركة، ونلتقي دائما بسماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساكم الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. بالبداية أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. وتفضل سماحة الشيخ في ورقة البحث للمشاهدين. تفضل. أسعد الله أيامكم، كل عام وأنتم بخير. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. بادئ ذي بدء، نتقدم إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ميلاد الخليفة الشرعي الثاني السبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك نتقدم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات وأبناء الأمة الإسلامية بالتهاني والدعاء لهم بهذه المناسبة، أن تشملهم شفاعة كريم أهل البيت الإمام الحسن صلوات الله عليه وأرواحنا فداه. كان كلامنا يدور حول هذا الحديث الشريف الذي رواه شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه الخصال عن إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. هذا الحديث الذي يقول فيه الإمام: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعائشة. كنا قد عرضنا بالأمس نموذجا من نماذج أكاذيب أول هؤلاء الكذابين، وهو أبو هريرة كما جاء في الحديث الشريف. فعرضنا حديثا انتقيناه من دفتر البخاري، ووجدنا هذا الحديث يصادم كتاب الله تبارك وتعالى، وتلك أمارة على أن هذا الحديث موضوع، وناشدنا أهل الخلاف أن يرجعوا أو أن يراجعوا أنفسهم وأن يعملوا عقولهم، فلا يقبلوا كل حديث يأتي عن هذا الرجل أبو هريرة، لأنه قد ثبت كذبه لا أقل في هذا الحديث الذي نقلناه بالأمس.
الليلة ننتقل وإياكم إن شاء الله تعالى إلى الرجل الثاني الذي ذكره هذا الحديث، أو الكذاب الثاني، وهو أنس ابن مالك. هذا الرجل الكذاب كذلك طفحت دفاتر ومصادر المخالفين بأكاذيبه، ومع الأسف الشديد إنهم يحسبونها أحاديث صحيحة. نعرض نموذجا من تلك الأكاذيب، وهذا النموذج الذي انتقيناه أحسب أن كل من يسمعني وأنا أذكر هذا الحديث الذي أخرجته من صحيحي البخاري ومسلم، أو هذين الحديثين أو الثلاثة أحاديث في الواقع، كل من يسمعها مني أظنه يجد في وجدانه أن هذه أحاديث لا يمكن أن تكون صحيحة، لأنها تخدش بعصمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وتمس ورعه وتقواه واحتياطه وعدالته وكمال وسمو أخلاقه. لاحظوا هذه الأحاديث. الحديث الأول أخرجه مسلم في صحيحه، ورقم الحديث 4500، كما أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه برقم 2646، واللفظ للأول أي لمسلم. عن أنس هذا الكذاب، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا أم سليم. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، هذا أمر واضح لأنهن حل له. ولكن العجيب هنا أن أنس يزعم أن امرأة لا تحل للنبي صلى الله عليه وآله ليست من أزواجه، بل كانت امرأة متزوجة من آخر كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل عليها. هذه المرأة هي أم سليم. أم سليم هذه هي والدة أنس. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها. فقيل له في ذلك، الناس اعترضوا، أو بعبارة أخرى استغربوا أنه كيف النبي يدخل على هذه المرأة وليست بزوجة له، هذه امرأة أجنبية عنه. فسألوه، فقيل له في ذلك أنه: يا رسول الله، لماذا تدخل على أم سليم؟ فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي، أنا أرحم هذه المرأة لأن أخاها قد قتل معي في غزواتي في حروبي، فأنا أدخل عليها. لا يخفى أن الحديث هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، وسيأتي مزيد من الشرح والتعليق، ولكن كإشارة فقط سريعة هكذا، أن هذا التعليل إني أرحمها قتل أخوها معي لا يخص فقط أم سليم، هنالك أكثر من امرأة من المسلمات قتل إخوانهن أو أزواجهن أو أبناؤهن، قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزواته وحروبه.
فهل كان اللازم على النبي صلى الله عليه وآله أن يدخل على كل امرأة من هؤلاء ويختلي بهن بدعوى أنه قد قتل إخوانهن أو آباؤهن أو أزواجهن أو أبناؤهن مع النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني ما هي الخصوصية في أم سليم حتى يدخل النبي عليها والناس يستغربون؟ هذا حديث. حديث آخر في ذات المجرى، في ذات المعنى، يخرجه مسلم في صحيحه برقم 2331 عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، إلى آخر الحديث الذي لا أحب أن أذكر تفاصيله. يعني حقيقة ذكر هذه الأحاديث أمر يمس بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقدح فيه، وهذه الأحاديث للعلم أخذها أعداء النبي وأعداء الإسلام من الكفار، من الملحدين، من بعض أهل الكتاب، أخذوا هذه الأحاديث مطعنا في النبي صلى الله عليه وآله. يعني شنو هذه المسخرة؟ نبي الله يروح يدخل في بيت امرأة أجنبية وينام على فراشها، ثم الرواية تتحدث أنه النبي كان يعرق على ذلك الفراش، وتأتي هذه المرأة اللي هي أم أنس، أم سليم، هذه تأتي وتجمع العراق من النبي صلى الله عليه وآله هكذا وتحتفظ به للبركة، يعني على أساس. أي رجل صاحب مروءة يفعل هذا فضلا عن أن يكون نبي الله صلى الله عليه وآله؟ شنو هو النبي ما لاقي فراش آخر حتى يروح يستريح فيه مثلا إلا فراش أم سليم؟ هذا أمر موجود في الصحاح، في صحاح الفرقة البكرية، هذه الصحاح التي تنضح إساءة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولولا أمثال هذه الأحاديث المكذوبة التي كذب بها على النبي صلى الله عليه وآله لما استطاع أعداء الإسلام أن يتخذوا مطاعن من كتب التراث الإسلامي، مطاعن يتخذونها وينتقونها من تلك الكتب لكي يوجهوا سهامهم نحو نحر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قبل أن تحاسبوا أمثال الرسام الدنماركي وهذا اللي راح حرق القرآن وأولئك الذين يشتمون النبي صلى الله عليه وآله، حاسبوا أنفسكم، حاسبوا البخاري، حاسبوا مسلم، انظروا ماذا أخرجوا، حاسبوا هذا الكذاب أنس بن مالك، ابرأوا إلى الله تعالى منه ومن أكاذيبه التي سنكشف لكم الآن أنه هذه الأحاديث ما هي إلا أكاذيب. حديث ثالث أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2789 ومسلم في صحيحه برقم 1912. مرة أخرى أكرر حتى هؤلاء الذين يتصلون من أبناء الفرقة البكرية لا يعني يستغفلون أنفسهم ويستغفلون الناس الذين يشاهدوننا ويسمعوننا ويقولون لي: يا شيخ أنت تأتي بأحاديث ضعيفة. أقول أخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه، يعني أحاديث صحيحة، فلا يأتيني أحد ويقول إنها أحاديث ضعيفة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، هو يقول أو هما يقولان رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل على أم حرام بنت ملحان. أم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم بنت ملحان، هاتان أختان
إحداهما أم سليم أم أنس بن مالك، والثانية خالته. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، تعطيه طعاما، كأنه النبي ما لاقي أنه يروح يأكل في مكان آخر غير عند هذه المرأة، ويختلي بها خلوة لا تجوز شرعا. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت زوجة رجل آخر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، تفلي رأسه تخرج القمل من رأسه. هو أصلا النبي صلى الله عليه وآله كان محتاج لأمر مثل هذا؟ ويحكم، أتقولون أنه في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله كان هنالك قمل؟ وثم هذه امرأة أجنبية، يعني زوجة رجل آخر، هي أجنبية بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، كيف تمسه؟ كيف يختلي بها؟ كيف تفلي رأسه على حد زعم هذه الرواية؟ فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله ثم استيقظ وهو يضحك، إلى آخر الرواية التي لا تعنينا. يعني النبي كان يدخل بيتي هاتين المرأتين، أم سليم وأم حرام، وينام على فراشهما، وتمسه إحداهما، وتفلي شعر رأسه، ويختلي بهما، والناس هم يتعجبون، المسلمين، أنه ما كان رسول الله يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا أم سليم يدخل عليها. فقيل له في ذلك فقال: إيه، أخوها قتل معي فأنا أرحمها. طيب الباقيات لماذا لا تدخل عليهن إذن؟ هذه أحاديث شنيعة، تمس بعصمة النبي، تمس بعدالته، تمس بمروءته، تمس بورعه. كيف هو ينهى الناس عن أن يدخلوا على النساء؟ ينهى الرجال على أن يدخلوا على النساء، ينهى حتى الأقارب، يعني البنت مع ابن عمها مثلا، أو الزوجة مع حموها، أي مع أخي زوجها. النبي صلى الله عليه وآله كان يحذر من ذلك، يحذر من هذه الخلوة، يحذر من هذا الاختلاط، وهو يفعل الشيء ذاته. من الواضح أن هذه أحاديث تصادم ما هو معلوم من الشرع الإسلامي من حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وآله يشدد فيه، يشدد في النهي عنه. على سبيل المثال، يعني هنالك حديث فقط هكذا ننقله، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم 4859 عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم تدخلون وتختلون على النساء غير المحارم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو يعني أخ الزوج. هذا شلون إذا تأتي المرأة أو هذا الحمو يدخل على امرأة أخيه، يجلس معها، يتحدث معها؟ فقال صلى الله عليه وآله: الحمو الموت، يعني دون ذلك الموت. هنالك تفسيرات عديدة لهذه العبارة، أنه دون ذلك الموت، أو أنه هذا يؤدي إلى الهلاك كما أن الموت هلاك، إلى غيرها. المهم أنه هذه العبارة تفيد تحريم ذلك، أنه لا يجوز الاختلاء بالمرأة غير المحرم، وإن كانت زوجة الأخ، وإن كانت ابنة العم، درءا للفساد.
فهذه أحاديث شنيعة، من الواضح أنها تمس بكرامة النبي صلى الله عليه وآله. وكما قلنا إنها أحاديث من يمر عليها يستشعر في نفسه أن هذه لا تكون صفة أنبياء الله تبارك وتعالى. يعني ما هو الداعي أن النبي صلى الله عليه وآله عنده بيوت لأزواجه، وعنده بيوت بناته، وعلى رأسهن الزهراء صلوات الله عليها، يترك تلك البيوت، بيوت محارمه، يترك تلك البيوت ويتقصد أن يذهب إلى بيت أم سليم وأم حرام، ويثير الريبة بذلك، ويثير الشك في نفوس الناس، وإلا لماذا يقال له؟ فقيل له في ذلك، يعني الناس استفسروا شنو القضية؟ ما هو الداعي؟ أدعوى أنه هذه قتل أخوها معي؟ مليون وحدهم أكو قتل أخوها معك، شنو يعني؟ ثم كيف تنام على فراشها؟ يعني الآن أنت دخلت عندها، ليش تروح تتقصد أنه تنام على الفراش، فراش امرأة؟ شنو ماكو فراش آخر تروح تستريح فيه وتسمح لها أن تجمع عرقك؟ هذا ما هو موجود في الرواية، أنا لم أكملها لأنه أتقزز، ناقل الكفر ليس بكافر، ولكن هذا اللي موجود عند القوم الذين يسمون أنفسهم أتباع محمد صلى الله عليه وآله. إذا كنتم أتباع محمد هكذا تقولون عنه، إذن ماذا تركتم لأعداء محمد؟ عدو محمد ينقل هكذا حديثا عنه، حديثا مكذوبا يمس فيه، يطعن فيه. الحديث يقول نام في بيتها على فراشها، فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها، الشيء اللي تجمع به الأشياء، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. ما هذه الصور القبيحة هذه؟ عجيب. على أي حال، المخالفون وقعوا في مأزق تجاه هذه الأحاديث، هي مروية عندهم في الصحاح وعن أنس بن مالك الذي يعاندون في توثيقه وتصديقه. نحن نقول لهم يا قوم هذا رجل كذاب، الإمام الصادق عليه السلام قال عنه كذاب، ليش ما تسمعون كلام أبناء النبي صلى الله عليه وآله، أسباط النبي؟ هؤلاء اتهموا أبا هريرة، اتهموا أنس بن مالك، اتهموا عائشة، أنهم كانوا يكذبون على جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نكتشف صدقهم، صدق أصباط النبي، بأن حين نبحث في روايات هؤلاء بالفعل نجدها مصادمة لكتاب الله، مصادمة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، مصادمة لأخلاقه، لورعه، لتقواه، لشرفه، نجدها تصادم العقل، نجدها لا تستقيم مع السيرة، مع التاريخ، فتلك كلها أمارات وشواهد وعلامات على أنه بالفعل هؤلاء كذابون، خلص نشيلهم كلهم ونتركهم، لا نحترمهم ولا نأخذ بأحاديثهم. نعم، ما كان من أحاديثهم قام الدليل الخارجي أي كقرينة كشاهد على أنه قد صدق فيه، لأن الكاذب أحيانا يصدق، هذا أمر معلوم، نأخذ بذلك الحديث. أما ما عدا ذلك ليش نعاند؟ يعني لما العناد أنه لا، ما دام قاله أنس بن مالك إذن هو صحيح، وما دام أخرجه البخاري إذن هو صحيح، ليش هذا العناد؟ ما هو الداعي لمثل هذا العناد؟ المخالفون وقعوا في مأزق، هذه الروايات شنيعة تشنع على النبي صلى الله عليه وآله، تسيء إليه، تفتح باب الطعن فيه بأبي هو وأمي. فماذا صنعوا كي يخرجوا من هذا الإشكال الكبير والمأزق الكبير؟ زعموا كذبا أن أم سليم وأم حرام
من محارم النبي صلى الله عليه وآله. كيف؟ قالوا إما من الرضاع، إما أنه أم سليم مثلا أرضعته، أو أم حرام، أو أرضعت أحدا من آبائه وأجداده، أو أنهما أختان لمن أرضعته، أو أرضعت أحدا من آبائه وأجداده فتكونان خالتين له، إما من هذا الطريق وإما من طريق النسب. وكلا الأمرين مردودا. النووي شارح صحيح مسلم توقف عند هذه الروايات، فماذا قال معلقا في محاولة منه للخروج من الإشكال؟ كان يكفيه للخروج من الإشكال أن يقول هذا حديث مكذوب موضوع، حتى لو أخرجه مسلم، على الأقل مسلم ليس بمعصوم. لكن مع الأسف ما عندهم جرأة، إلى الآن لم يتحرروا، تحجرت عقولهم على ما في الصحيحين، خلص الصحيحان الصحيحان ككتاب الله لا يرقى إليهما شك. ما عندهم إلى الآن جرأة على نقد أحاديث البخاري ومسلم، على نقد أحاديث أبي هريرة، على نقد أحاديث أنس بن مالك، على نقد أحاديث الحميراء عائشة، ما عندهم جرأة مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأنهم يعتقدون باعتقادات باطلة، عدالة الصحابة أجمعين. ماذا ترتب على ذلك من نتائج؟ أنه لا بد أن نقبل بكل أحاديثهم بما فيها من طامات، بما فيها من طامات. النووي ماذا يقول في محاولته الخروج من هذا المأزق؟ قال أم حرام أخت أم سليم، زين عرفنا. يقول وقد كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وآله محرمين، إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. زين، هذه المحاولة للخروج من المأزق مردودة بماذا؟ أولا دققوا هنا، اللاتي ذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وآله ارتضع منهن، ما ذكرت فيهن لا أم سليم ولا أم حرام. من هن اللاتي ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله قد ارتضع منهن؟ أمهاته من الرضاعة. الأولى حليمة السعدية رحمة الله عليها، هذا أمر معروف. الثانية ثويبة الأسلمية، هذه كانت مولاة لأبي لهب، ذكروا أنها أرضعت النبي صلى الله عليه وآله. أنا الآن مع قطع النظر عن مدى الصدق هذا الذي ذكروه، أنا الآن أنقل فقط كل ما ذكره المؤرخون وأصحاب السير أنه من هن اللاتي أرضعن النبي صلى الله عليه وآله، حتى نرى أنه هل كان فيهن هاتين المرأتان أو أقارب هاتين المرأتين أم لا، لأنهم قالوا خالتين للنبي صلى الله عليه وآله من ماذا؟ من الرضاعة. إذن لابد أن تكون لهما أخت أرضعت النبي، ولا نجد مثل هذه الأخت. قالوا اللاتي أرضعن النبي حليمة السعدية رحمها الله، ثويبة الأسلمية، الثالثة امرأة يقال لها خولة بنت المنذر ابن زيد ابن لبيد ابن خداش ابن عامر ابن عدي ابن النجار. لماذا جئت بنسبها كاملا؟ لنكتة مهمة. هذه المرأة صحيح أنها على قرابة مع المرأتين أم سليم وأم حرام، لأن هذه المرأة من بني النجار من الأنصار، وكذلك أم سليم وأم
حرام، أيضا هما من بني النجار. فقد يقول قائل عثرنا على الدليل، هاي هي. ولكن لما نقرأ نحن نسب هذه المرأة واسمها كاملا لا نجدها أختا لأم سليم أو أم حرام. ما هو نسب أم سليم؟ أم سليم اسمها الكامل أم سليم بنت ملحان ابن خالد ابن زيد من بني النجار الأنصارية. أختها معروف بعد نسبها، يصير أم حرام بنت ملحان. هاتان أم وخالة أنس بن مالك. زين، تلك المرأة خولة بنت المنذر ابن زيد ابن لبيد ابن خداش إلى آخره. فإذا لا تشترك هذه المرأة مع أم سليم أو أم حرام، لا تشترك معهما إلا بنسب بعيد. نعم كلهم أو كلهن من نفس العشيرة، ولكن ليست هذه المرأة التي ذكروا أنها أرضعت النبي ليست أختا لهاتين المرأتين. وما دامت ليست أختا لهاتين المرأتين فلا تكون هاتان المرأتان خالتين للنبي صلى الله عليه وآله من الرضاعة. الأمر واضح. شنو هو؟ أي امرأة تنتسب إلى العشيرة التي رضع منها المرء، رضع من إحدى نسائها المرء، كل النساء يصيرون محارم عليه؟ لا أبدا، ليس الأمر هكذا، وإنما أخوات هذه المرأة التي أرضعته، أمهاتها، بناتها، هؤلاء يصبحن محارم عليه. هذه هاتان المرأتان ليستا أختين لي خولة بنت المنذر. الأمر واضح. على أنه إضافة إلى هذا نكتشف أن ما ذكروه من أن خولة بنت المنذر هذه كانت أما للنبي بالرضاعة، نكتشف أن هذا وهم نبه عليه حتى أعلام الطائفة البكرية. هذا وهم من بعض الكتاب، لأن الصحيح أن خولة بنت المنذر هذه لم ترضع النبي، وإنما أرضعت ابن النبي إبراهيم عليه السلام، لأنه قد جف اللبن في صدر أمه السيدة الجليلة ماريا عليها السلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله أعطى ابنه هذا على ما ذكروا لخولة بنت المنذر فأرضعته. هذا أمر نجده مذكورا في هذه الكتب، الاستيعاب لابن عبد البر، الطبقات الكبرى لابن سعد، والإصابة في معرفة الصحابة أو في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. هؤلاء جميعا نبهوا على أن هذه المرأة إنما أرضعت ابن النبي إبراهيم، وأن ما ذكره بعضهم من أنها أرضعت النبي كان وهما، النبي لم يرتضع في بني النجار، ما ارتضع منهم، ما ارتضع في هؤلاء، خاصة أنهم كانوا سكان يثرب سكان المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله في فترة الرضاعة كان في مكة، فكيف يرتضع منهم؟ فإذا على هذا من ناحية الرضاع لا يمكن القول بأن هاتين المرأتين محارم أو محرمين على النبي صلى الله عليه وآله. لا هما لا إحداهما قد أرضعت النبي، ولا هي أخت لمن أرضعت النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذا الأمر الأول الذي ذكره النووي وزعم أنه هاتان امرأتان محرمان على النبي صلى الله عليه وآله إما من الرضاع وإما من النسب، الأمر الأول عرفنا بطلانه، أنه لا يمكن أن تكون من جهة الرضاع محرمين على النبي. يبقى النسب، هو واضح أن هاتين المرأتين ليستا من بني هاشم.
إلا أن يقال كما نقله النووي أيضا، وكلام سخيف جدا حقيقة، وفيه نوع من يعني التهافت أو التخبط، أنه زعم ماذا؟ أنه نقلا عن بعض يعني أعلام قومه ومذهبه، أنه هاتان المرأتان كانتا خالتين للنبي من الرضاعة، لكن من جهة أنهما أو أختهما قد أرضعت من؟ أرضعت أحد آباء النبي أو أجداده، فتصير هذه المرأة أو تصبح هاتان المرأتان خالتين له من الرضاعة. نفتش أيضا في التاريخ، لا نجد أن أحدا أصلا، ليس هنالك صلة بين بني هاشم وبين بني النجار إلا هذه، شيء واحد فقط، وهو أن هاشما عليه السلام الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وآله، هاشم بن عبد مناف، هذا الرجل تزوج من بني النجار، تزوج سلمى النجارية فولدت له عبد المطلب عليه السلام، يعني الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وآله مجرد تزوج منهم. هل يتصور أنه تكون هاتان المرأتان أو أختهما قد أرضعت عبد المطلب مثلا، وبقت منذ ذلك التاريخ عاشتا وعمرتا كل هذه السنين إلى أن أدركتا النبي صلى الله عليه وآله فهم خالتاه من الرضاعة، فهما خالتاه من الرضاعة؟ هذا أمر بعيد جدا، هذا أمر جد بعيد. فإذا من هذه الجهة أيضا لا شك أن هذا باطل. هذه النقطة الثانية. إذا عرفنا الآن أن التبريرين والاعتذارين اللذين ذكرهما النووي، الرضاعة والنسب، كلاهما باطلان، وتبقى الامرأتان أجنبيتان عن النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الثالث، وهو ثالثة الأثاثي، أنه لو كانت المرأتان بالفعل محرمين على النبي صلى الله عليه وآله واقعا، لوجدنا النبي لما يسأل عن علة دخوله عليهما لكان قد أجاب بأنهما محرمان عليه، ولكنه لم يجب هكذا. العلة التي ذكرها لما سألوه أنه يا رسول الله لماذا أنت تدخل على أزواجك قبلنا، وتدخل أيضا على أم سليم، وهذه امرأة أجنبية عنك، العلة ماذا قال كما في الحديث الذي نقلناه لكم؟ قال إني أرحمها، قتل أخوها معي. وهذا كاشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله على حد زعم هذه الرواية إنما يجعل هذه هي العلة التي تسوغ له أن يدخل على أم سليم. ولو كانت أم سليم خالته من الرضاع أو محرما عليه بوجه من الوجوه لكان أحرى به أن يذكر ذلك في الاعتذار أمام الناس الذين اعترضوا عليه أنه لماذا تختلي بهذه المرأة. كان يقول إيش بيكم، هذه خالتي من الرضاع، لماذا تعترضون؟ ولكن في حديث أنس النبي لا يذكر، على حد زعم أنس لا يذكر هذه العلة، وإنما يذكر علة أخرى متهافتة، إني أرحمها، قتل أخوها معي، لأنه أخوها قتل معي فأنا أدخل عليها وأنام على فراشها. بالله عليكم، هذا منطق؟ هذا أمر يقبله ذو مسكة من العقل؟ فإذا من كل الجهات هذه الأحاديث واضحة البطلان، واضح أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله،
وأن أنسا إنما اختلقها لكي يجر النار إلى قرصه، لكي يصور للناس أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعني ذائبا في أمه، في أم أنس وفي خالته، حتى يعني يجذب الناس إليه، إنه ترى النبي هكذا كان يتعامل مع أمي وخالتي، ولو بالإساءة للنبي صلى الله عليه وآله، لا يهم أنسا، كما أنه عائشة كذلك لا يهمها. وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في الليلة المقبلة إن أحيانا الله تعالى، أنه لا يهمها كانت حتى تفخم شأن نفسها أنه تختلق أحاديث على النبي صلى الله عليه وآله، تصوره بصورة المهووس جنسيا فيها، مهووس فقط بأفخاذها وبصدرها وبجسدها وإلى آخره، تلك الأحاديث القذرة التي كذبت بها عائشة على ساحة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ما كان يهم هؤلاء المنافقين أمثال أنس بن مالك، أبي هريرة، عائشة، ما كان يهمهم أنهم يحطوا من قدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن قداسته ومن كرامته لرفع شأن أنفسهم. أنا الآن أسأل هذا المخالف، أنت تقبل على نبيك صلى الله عليه وآله هذه الأحاديث التي كذب بها أنس على نبيك صلى الله عليه وآله؟ تقبل أن نبيك هكذا كان يختلي بامرأة أجنبية وينام على فراشها وبهذا المنظر المقزز، والناس يتساءلون ويثير الريبة في نفسه في أوساط الناس؟ ولماذا كل هذا؟ لماذا؟ اصحوا أيها الناس، اعلموا أن هؤلاء كذبوا على نبيكم صلى الله عليه وآله، ونحن ندعوكم إلى أن تمحصوا الأحاديث، إلى أن تغربلوها، مو على العميان تقبل كل حديث جاء به البخاري ومسلم. اصحى، كن واعيا، ولا تنسوا حديث الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعائشة. تفضلوا. أحسنت دام فضلك سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم على هذه ورقة البحث الجميلة واللطيفة، وندعو المخالفين إلى التعقل ومحاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ويشاهدون المصادر التي ذكرها سماحة الشيخ، ويستفسرون ويناقشون ويتحاورون، ونحن نعطيهم كافة الوقت وكافة الحرية لإبداء آرائهم والنقاش مع سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، بالبداية في حلقة أمس طبعا انقطع الاتصال، وكان عندنا سؤال من أخ أو سؤالين من أخ من إيران، ولكن ودي أنا الحين نذكرهم بالبداية. في ناس اتصلوا قبل لا نخلي أرقام التلفونات. تفضل سماحة الشيخ، ناخذ السؤال حلقة أمس ولا ناخذ اتصالات؟ نفتح باب الاتصالات. يعني الأمر لكم، الأمر لكم، حتى لا ينتظروا الأخوة، يعني لا بس خذوا الاتصالات ثم نجيب على كل الأسئلة إن شاء الله. اخوان قبل لا تخلون ارقام الاتصالات، خلنا ناخذ الاتصالات الاخوان وبعدين خلنا نجاوب على الاسئله مال الحلقه تمس. بالبدايه الاخ محمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم محمد. السلام عليكم، تسمعني اخ محمد؟ الظاهر ما يسمع، انقطع الاتصال من اخ محمد. نعم، خلاص اخوان خلينا نجاوب على السؤال هذا وبعدين ناخذ اتصالات. سماحة الشيخ، في حلقة الامس في اخ من ايران يقول: لماذا الائمة سلام الله عليهم كانوا من ولد الامام الحسين ولم يكونوا من ولد الامام الحسن عليهما السلام؟
يعني هنالك حديثان شريفان لا بأس بأن أذكرهما لكما يجيبان على هذا التساؤل. الحديث الأول نعم الحديث الأول هو قد رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام بسنده عن محمد بن أبي يعقوب البلخي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، قلت له: لأي علة صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن عليهما السلام؟ قال: لأن الله عز وجل جعلها في ولد الحسين ولم يجعلها في ولد الحسن، والله لا يسأل عما يفعل. الأمر واضح، الله لماذا اختار هذه السلالة دون تلك السلالة؟ الله هو الأعرف بالحكمة، الله الأعرف بالعلة، والله لا يسأل أنه لماذا جعلت السلالة هذه. عينا مثل ما الآن نقول مثلا: لماذا الله عز وجل جعل الأنبياء من سلالة إبراهيم دون سائر الأنبياء من قبله؟ لماذا جعل معظم الأنبياء من سلالة إبراهيم من سلالة إسحاق ابن يعقوب، جعلها يعني من بني إسرائيل يعقوب بن إسحاق، ما جعل مثلا الأنبياء من سلالة إسماعيل إلا نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله، وإلا من ذكر مثلا من بعض الأنبياء؟ الأكثرية الساحقة كانوا من بني إسرائيل، أي من بني يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام جميعا. ليس لنا أن نعترض على الله عز وجل، الله هكذا قرر، الله هكذا حكم، والله لا يسأل عما يفعل. هنالك حديث آخر، الحديث هذا يرويه الصدوق أيضا ولكن في كتابه الآخر كمال الدين بسنده عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: الحسن أفضل أم الحسين؟ فقال: الحسن أفضل من الحسين. هذا نحن نعتقد به للعلم، مخالفين الجهلة إلى اليوم يكذبون علينا، يقولون هكذا. شوف هذه شنو أسميها بروباغاندا، شنو أسميها، يعني يكذبون الكذبة يصدقونها ويفشونها في قومهم، مثل هذول الأخوة الذين يتصلون بنا هذه الأيام ويقولون هكذا، يسألوننا يعني أنه لو إحنا نتحداك أنه أنت تطبر، لماذا تدعون عوامكم فقط للتطبير وضعفاءكم؟ هذا من أين يأتي سؤاله؟ يأتي لأن هؤلاء الجهلة المساكين، هؤلاء يرجعون إلى كبرائهم الذين يخدعونهم بهذا الكلام، أنه ترى علماء الشيعة، مشايخ الشيعة ترى هم لا يطبرون، هم فقط يقبضون أخماس ويتمتعون ويغررون بالبقية بالضعفاء منهم بالأراذل منهم، أنه يدفعونهم إلى التطبير والدخول في النار والمشي على النار. أكاذيب. لا يا أخي، أنا أطبر وأمشي على النار وأدخل في النار مواساة لسيد الشهداء صلوات الله عليه. ولكن المشكلة أن لا يسم يعني هؤلاء الناس فقط يسمعون من جهة واحدة ويتصورون أن هذه الجهة بالفعل صادقة فيما تقول، إلى غيرها من أكاذيب. الله أكبر. شلون؟ فمن بين أكاذيبهم هي هذه، أنه شوفوا الشيعة ما يهتمون بالإمام الحسن، ما يهتمون به، ما يحترمونه. بعضهم حتى يتفحش في القول ويتمادى، يقول: لا، أصلا الشيعة يذمون الحسن عليه السلام والعياذ بالله، ويفضلون الحسين عليه. أكاذيب. نحن كما نهتم بالحسين عليه السلام ونجعله على رؤوسنا وعيوننا، كذلك الحسن، بل إننا نعتقد، يا ناس سمعوا، نحن نعتقد أن الحسن أفضل من الحسين صلوات الله عليهما.
يعني الإمام الحسين صحيح أن نحيي ذكراه أكثر من الحسن، يعني 10 ليالي في عاشوراء، بل طوال شهر محرم وصفر، لأن قضية الإمام الحسين قضية استثنائية. هو الإمام الحسن أرشدنا لذلك حين قال لا يومك يومك يا أبا عبد الله. ولكن هذا لا نعتقد نحن بأن الحسين أفضل من الحسن، كما يكذب عليكم هؤلاء الكذابين الذين لا يخافون الله، هكذا يزعمون الناس ويخدعون الجهلة منهم، أنه لماذا الشيعة يحبون الحسين ويفضلونه على الحسن ويهتمون بالحسين دون الحسن؟ السبب لأن الحسين تزوج من الفرس، وهؤلاء فرس مجوس، فلذلك يحبون الحسين ويفضلون الحسين ويهتمون بأمر الحسين ويهملون الحسن. أكاذيب. تعال شوف الفرس يعتقدون، الشيعة الفرس، اسأل أي واحد منهم أنه أيهما أفضل في عقيدتك، الحسن أم الحسين؟ يقول لك الحسن السبط الأكبر صلوات الله عليه، هذا أفضل، هذا أعظم. أصلا الحسين تلميذ للحسن، ثورة الحسين هندسها الإمام الحسن، أصلا الإمام الحسن وضع هندستها ثورة الإمام الحسين عليه السلام. فلا تجعلوا هؤلاء يخدعونكم يكذبون عليكم. الشيعة لماذا جعلوا الإمامة في ذرية الحسين دون ذرية الحسن؟ هذا لأنه الحسين قد تزوج من الفرس. شنو هذه المسخرة؟ شنو هذه الجهالات؟ أصلا حينما تزوج الإمام الحسين من الفرس، وإلى 1000 سنة ما كان هنالك في الفرس شيعة إلا النزر اليسير، كيف إذن الشيعة الأسلاف آمنوا بهؤلاء الأئمة 12 كلهم من سلالة الحسين؟ وما كان أصلا أكو فرس شيعة، الفرس تشيعوا في عهد حديث قبل 500 سنة، قبل طوال 1000 سنة قبلا كانوا بكريين. فشنو ربطه؟ أصلا أصل التشيع عربي، أقحاح العرب، بيوتات العرب، قبائل العرب، أشراف العرب هم الذين كانوا من الشيعة. اقرأوا تاريخ التشيع تعرفون. بس المشكلة في عملية التغذية الفكرية والتعبئة الباطلة الكاذبة. نعود إلى هذا الحديث حتى تعرفوا الحقائق. الحديث عن هشام بن سالم قال قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الحسن أفضل أم الحسين؟ فقال الحسن أفضل من الحسين. قلت فكيف صارت الإمامة من بعد الحسين في عقبه دون ولد الحسن؟ فقال إن الله تبارك وتعالى أحب أن يجعل سنة موسى وهارون جارية في الحسن والحسين، ألا ترى أنهما كانا شريكين في النبوة كما كان الحسن والحسين شريكين في الإمامة؟ وإن الله عز وجل جعل النبوة في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى، مع أنه موسى أفضل من هارون، وإن كان موسى أفضل من هارون. هكذا يجيب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا حكم الله عز وجل. لأن أبناء الحسين كان بعضهم لا كلهم مؤهلين للإمامة، هؤلاء الأئمة 8 من ذرية الحسين صلوات الله عليه، هؤلاء كانوا مؤهلين لهذا المقام العظيم، ما كان في ذرية الإمام الحسن من هم مؤهلون لهذا المقام، كما أنه لم يكن في ذرية موسى من كان مؤهلا لمقام النبوة دون ذرية هارون، كذلك لم يكن في ذريات بقية الأنبياء إلا إبراهيم عليه السلام من كان مؤهلا لاستحقاق هذا المنصب العظيم. القضية بيد الله لا بيدنا نحن. بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الأخ أبو حسن من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وأسفين أخ أبو حسن على الانتظار. أشكر الأول شيء سمحت الشيخ على الكلام الطيب بخصوص القصيدة التي لقيتها البارحة. أي بارك الله فيك، بارك الله فيك، طيب الله أنفاسك. بخصوص أنس يحضرني حديث، يعني ما عندي مصدر،
لكنه يبين يعني حقد هذه الشخصية الإمام علي سلام الله عليه. سلام الله. في حديث يتكلم عن أن يحضر سواء آية للنبي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يود أن يقاسم هذا الشواء مع شخص يحبه ويحبه الله، فجاء سيد علي مرات وأنس يخده ويرده، في الثالث مرة أدخله ومضخ أنس. يعني هذا يبين أن حتى الأمير المؤمنين علي يعني كان محسود حتى من أبسط الخدام. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف إذا كان هذا الحديث صحيح، بودي أن سماحة الشيخ يعني يوضح لنا إذا كان صحيح هذا الحديث. وكمان عندي قصيدة قصيرة إذا كان لو سمحت. نعم. ممكن؟ تفضل. إذا تفضل شكرا. أقول فيها: حبك يا جدي حسين لاهب في قدايا، لما تفكر الظلم يزيد يكوي في حشايا، كيف أنساك وأنت دايما معايا، متعشم ألقاك حتى شقت المنايا، أكون في حوض جدك جدي خير البرايا، أنا وأهلي وشيعتك معايا. وشكرا. أحسنت. طيب الله أنفاسكم، بارك الله فيك. وعندي أمنية من إلى الشيخ، يعني دعوة لا ينتهي بدعاء. أحسنتم، بارك الله بك، ما شاء الله. دعاء. نعم أحسنت، بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الأخ محمد من الكويت. الله يبارك فيكم إن شاء الله. سمعت الشيخ، سجل عندك أبو حسن من الجزائر يلتمسكم الدعاء. السلام عليكم أخ محمد، موجود معي على الخط؟ بالي إن شاء الله سجلت. السلام عليكم أخ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. الله أيام. أسعد الله أيامكم، كل عام وأنتم بخير. ميلاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. سلام الله عليه. نتمنى أن نسلم على الشيخ أولا. السلام عليكم شيخنا، الله يحفظكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن يخصص لنا حلقة لفضح هذا عمر بن عبد العزيز، لأن في أشخاص مقشوشين فيه يعني كثر، ونشوف أشخاص يترضون عليه، وإحنا نعرف حقيقة هذا الشخص، لكن نتمنى أن تكون حلقة خاصة عن هالشخصية هذه، الشخصية هذه الظالمة اللي فيه أشخاص يعني يجهلونها. ونتمنى بعد من الشيخ أنه ما يقطع سلسلة محاضرات تحرير الإنسان الشيعي. وقناة فدك اليوم صارت موجودة ببيوت الوهابية أكثر من الشيعة ترى، يعني نقول لكم الحقيقة، صارت موجودة ببيوت الوهابية أكثر من الشيعة. لكن إحنا إذا فتحنا التلفزيون وشفنا الأخ عبد الله أو سماحة الشيخ، يعني نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لكن هم عكسنا، يعني شوفهم مادين البوز وينتفون لحياهم يعني طول ما البرنامج شغال، يعني صراحة. واللي ماسك المسواك ويحطها بحلجة ويحطها بختمة، يعني أنت والله يعني نتفتوا لحياهم صدق. يعني بهالحلقات هذه يعني لو عدد اللحى اللي نتفتوها والله يعطيكم العافية إن شاء الله. حبيب. إن شاء الله أبناء حيدر الكرار وأبناء الزهراء، دعم دعم إلى هذه القناة. مشكور مشكور، بارك الله فيك. أنصار أمير المؤمنين، إذا أنتم أنصار الزهراء، دعم لهذه القناة إن شاء الله. إن شاء. والله لا يحرمنا منكم. الله يخليك. وعبد الله أنا أطلب الطلب يا عبد الله. تفضل. أبيك تقبل جبين الشيخ نيابة عني. إن شاء الله. هذا الطلب أرجوك يعني أنك ما تنسى. إن شاء الله إن شاء الله. شيخنا بس أشوفك إن شاء الله أقبلك بالنيابة عني. إن شاء الله. يعني سويتوا لنا اشياء ما سواها غيركم. أحسنت. أحسنت. الله يحفظكم ان شاء الله وينصركم ان شاء الله ويثبتكم. الله يخليكم اخوي، الله ما يحرمنا منكم ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، بارك الله فيكم. السلامه والله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك، الله يخليك ان شاء الله. مشكور على الاتصال. ناخذ اتصال من الاخ احمد من الكويت. قبل شوي محمد، الحين احمد من الكويت. السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يبارك
سب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله سلام الله عليه. مولانا أبي أطلب منكم طلب. تفضل. عندي أخوي وأختي باكر تقريبا أشياء مصيرية عندهم، نسألكم الدعاء. أخوي محمد وأختي أم سعود. نعم إن شاء الله، الله يسهل عليهم، الله يوفقهم، الله يقضي حاجتهم إن شاء الله بحق الإمام الحسن سلام الله عليه. الله يسلمكم أجمعين إن شاء الله. وعندي سؤال لو سمحتوا. تفضل. يعني إن شاء الله من خلال سهل الله عليهم. دروس الشيخ مجاهد عبد الله، يعني نشوف أحاديث ما فيها إلا سلب للرسول الأكرم والعياذ بالله، يعني أحاديث السحر، أحاديث الشهوانية، أحاديث نسيان القرآن والعياذ بالله. يعني لو نجمع هالكل أحاديث شنو نقدر نستنبط منها؟ ما نشوف إلا تنقيص من شخصية الرسول الأكرم، ما فيها يعني ولا فائدة من استنباط الأحكام أو التشريعات تفيد الدين أو تفيد من خلق المجتمع المسلم. فأبي أسمع رأي الشيخ في هالموضوع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، سجل عندك محمد وأم سعود، عندهم حاجة ملحة إن شاء الله، الله يقضي حاجتهم ودعي لهم، احنا ندعي لهم. سجلت. نعم سجلت. بارك الله. عندنا اتصال من الأخ نور الدين من ألمانيا. السلام عليكم. إن شاء الله. السلام عليكم أخ نور الدين. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد. فضل. أنا أتكلم العربية قليلا. نعم. عندي سؤال، لماذا يسمى الإمام علي أبناءهم باسم خلفاء أبي بكر عمر وعثمان؟ نعم، إن شاء الله سنطرح هذا السؤال على سماحة الشيخ ونخبرك إن شاء الله بالإجابة، فكن متابعا لنا في هذه الحلقة لآخرها يا أخ نور الدين، وشكرا على الاتصال، حياك الله. نعم سماحة الشيخ، بالبداية عندنا الأخ أبو حسن من الجزائر يبي صحة حديث إنما عندما هبطت على النبي صلى الله عليه وآله وليمة وقال أدعو من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هل فيها صحة لهذا الحديث؟ ويقول يحسدون الإمام علي على هذه. نعم هذا حديث يسمى حديث الطائر. نعم نعم هو حديث الطائر، وهذا حديث مشهور، وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه ونص على صحته وغيره من أعلام الفرقة البكرية. ومفاد هذا الحديث أن عليا صلوات الله وسلامه عليه هو خير الخلق وأحبهم إلى الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي لما دعا قال اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر. والحديث يرويه كذلك أنس بن مالك، وفيه أنه كان لما يأتي أمير المؤمنين عليه السلام ويطرق باب النبي صلى الله عليه وآله 3 مرات يرده أنس أملا منه أن يأتي رجل آخر غير علي عليه السلام ليأكل مع النبي هذا الطائر، فيكون منطبقا عليه أنه أحب الخلق إلى الله، وبذا تنعقد له الإمامة والخلافة. فكانت مؤامرة خبيثة من هذا الرجل الذي هو كان بالمناسبة خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله، وللعلم كثير من خدام المعصومين عليهم السلام كانوا خونة، كانوا من شرار الخلق، حتى أنه ورد عنهم حديث شريف مضمونه قولهم عليهم السلام شرار الخلق خدامنا، كانوا يعني في بيوتهم يعانون من بعض الخدم الذين يتآمرون ضدهم،
وحتى من أزواجهم، زوجات كثير من المعصومين عليهم السلام، زوجات الأئمة، كانوا كنا أيضا كعائشة وحفصة يتآمرن على أزواجهن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. فهذا حديث يكشف عن نفاق هذا الرجل ونصبه، وأنه كان بالفعل رجلا يكن الحقد والبغض لأمير المؤمنين عليه السلام، وإلا لماذا كان يرده 3 مرات إلى أن النبي صلى الله عليه وآله يضطر هو بنفسه أن يدخل عليا عليه السلام ويرفع صوته ويقول ادخل يا علي ادخل يا علي. نعم هذا هو الحديث. أحسنت سمعت شيخ. في سؤال من الأخ أحمد من الكويت يقول أن الحديث التي تذكر سلب وتنقيص للنبي صلى الله عليه وآله يقول ماذا نستنبط منها؟ يريد رأيك في مجموع الأحاديث التي تستنقص من النبي صلى الله عليه وآله ومن قدره. أقول هنا ملاحظة مهمة، من جملة الدلائل بل من أهمها على أن الديانة اليهودية المنتشرة اليوم والديانة النصرانية المنتشرة اليوم ديانتان منحرفتان عن تعاليم النبيين العظيمين موسى وعيسى صلوات الله عليهما، أن لما نفتش في تراث هاتين الديانتين نجد نصوصا تسيء إلى هذين النبيين ويحطان وتحط هذه النصوص من كرامتهما وتخدش في عصمتهما وتلوث سمعتهما. يعني لما نقرأ نحن مثلا في التوراة الرائجة وليست بالتوراة الحقيقية التي نزلت على موسى عليه السلام، نقرأ في هذه التوراة مثلا أنه موسى عليه السلام كان يأمر بقتل الأطفال، الأقوام الذين كان يحاربهم كان يأمر جنده بأن يقتلوا الأطفال الأبرياء كما نقلناه في سلسلة محاضرات البحوث القرآنية، أخذنا مقاطع من هذه التوراة الرائجة. لما نقرأ شيئا من هذا نعلم بأن هذه ديانة مزورة محرفة اختلقها المنافقون من أتباع موسى أو من المندسين في جملة أتباع موسى عليه السلام وكونوا لنا هذه الديانة. لما نقرأ مثلا في التوراة الرائجة أنه أحد أنبياء الله العظام وهو لوط عليه السلام والعياذ بالله بنتاه تضاجعتا معه وهو ثمل سكران، هذا موجود في التوراة الرائجة، نعرف أن هذه ديانة شيطانية جاءت لكي تلوث سمعة أنبياء الله تبارك وتعالى وتكذب عليهم باسم نفس الدين. كذلك في هذا الإنجيل الرائج أيضا نجد فيه طامات تسيء إلى المسيح صلوات الله عليه، من بينها أنه مثلا كانت تتمسح برجله امرأة عاهرة مثلا، ونجد مثلا فيه يعني كان يتفحش في بعض المواقف إلى ما هنالك من أمور صور مخزية تخص العظيم عيسى عليه السلام. نعرف أن كل هذا صنيعة تلك الأيادي المنافقة التي أحاطت بأولئك الأنبياء وكذبت عليهم وخلقت هذا التراث الذي يسيء إليه. الديانة البكرية هكذا أيضا، توراتها وإنجيلها البخاري ومسلم، فلما تفتش في هذين الكتابين وفي سائر الكتب الأخرى تجد طامات تسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله، تصوره أولا بصورة رجل دموي وحشي ليس في قلبه رحمة
يأمر بقتل الناس والإفراط في العقوبة إلى درجة أنه يسمل أعينهم ويجعلهم يتركهم ينزفون هكذا من أعينهم إلى الموت. تجده يصور مثلا في تلك الكتب على أنه رجل شهواني جنسي، رجل ما كان يصبر على الجماع حتى في شهر رمضان، ما يتحمل في نهار شهر رمضان، عنده طاقة شهوانية قوية جدا إلى درجة أنه حتى في شهر رمضان وهو صائم لا يصبر عن مص لسان امرأته عائشة. هي تقول عائشة أحاديثها تريدون يعني أن أخرج هذه الفضائح وأكاذيب عائشة في هذا الشهر الفضيل، أنها تزعم أنه في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصبر عليها، خلاص مفتون فيها يعني ذايب فيها، يأتي ويمص لسانها في شهر رمضان وهو صائم. ولا تستحي هاي المرأة الخبيثة أنه هكذا تتكلم النبي صلى الله عليه وآله، يعني هسا على فرض النبي سوى هذا الشيء، مع أنه طبعا قطعا باطل، لأنه هذا أصلا يسبب يعني هو يفطر، أنه يأخذ لعابها يقع في جوفه، هذا إفطار. هذا على أي حال هسا ما علينا، غير أنه أصلا يختش بكرامة النبي كذا، وأمر يعني لا يقبله العقل. على فرض وقوعه، أنت لماذا تفشين الأسرار الزوجية بينك وبين زوجك؟ هل هنالك امرأة تحترم نفسها وتحترم قداسة الرباط الزوجي بينها وبين زوجها، تروح تفشي هذه التفاصيل والملاعبات بين الزوجين، تروح تفشيها أمام الناس؟ القاصي والداني يسمعون أنه ماذا كانت تفعل مع زوجها، وتارة هم تفشي بين مجتمع النساء، هو هذا بحد ذاته أمر يعني فضيحة وخزي وعار لهذه المرأة، بل هو إثم، لأنه وردت أحاديث وتعترف بها الطائفة البكرية عن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا من غير طريق عائشة، أنه النبي كان يحذر النساء من أن يفشين ما بينهن وبين أزواجهن حتى للنساء، وكان يشبه من تقوم بهذا بالشيطانة، لأنه هذه تفاصيل سرية، كرامة للبيت، كرامة للزوجية، أنها لا تفشى لا تنقل للآخرين. هكذا زوجي كان يلاعبني، هكذا يصنع، هكذا يصنع، هذا أمر على المرأة أن تتحرز منه، أن لا تفشيه لأحد حتى وإن كان من النساء. فكيف إذا كان من الرجال؟ يعني حقيقة هذه عائشة امرأة تربية شوارع ساقطة إلى أقصى درجة، ما تستحي حتى أمام الرجال، حتى أمام الشباب اليافعين المراهقين كانت تتحدث بهذا الحديث تتكلم. وأنا نقلت هذه الأحاديث في كتاب الفاحشة، وذكرت الأحاديث من طرق الطائفة البكرية كيف كان هؤلاء حين يستقبلون أحاديث عائشة أو يحدثون بعضهم بعضا بها، هذول نفسهم الرجال أو الشباب اليافعين كانت وجوههم تمتلئ احمرارا وخجلا من هذا الكلام، ويستحون ويعرقون أنه هكذا تتحدث عائشة معهم مثل هذا الكلام، رسول الله هكذا يصنع بي ويقول لي اكشفي عن فخذيك وكذا، ويضع إربه ما أدري كذا، مسخرة مهزلة. ما هنالك امرأة أساءت لرسول الله خاتم النبيين مثل عائشة، سقطت شخصية النبي وضعتها في الأرض، لعنة الله عليها، من امرأة خبيثة فحاشة ذات لسان طويل قليلة أدب كذابة. شنو نقول بها؟ والله قليل، والله قليل، إذا مهما نقول في عائشة قليل. فمن هنا نفهم أنه هذه الديانة التي فيها مثل هذه الأحاديث، وتارة فيها هذه الأحاديث في تراثها ولكنها تعادي هذه الأحاديث أو تعارضها وتسقطها عن الاعتبار، تكون طائفة يعني تحترم على الأقل، أن لها موقف من هذه الأحاديث التي تخدش في كرامة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله.
ولكن المصيبة، كل المصيبة، أن هذه الطائفة تعاند وتصر على أن هذه أحاديث صحيحة وتحفل بها وتحتفل بها وتروجها وتلقى في المحاريب وعلى أعواد المنابر وفي جلسات الدروس في كل مكان، دون أن يلتفت هؤلاء الذين لا يستحون عن أنكم إنما تتحدثون عن نبيكم، هكذا تتكلمون عنه. هذا من أكبر الأدلة على أن هذه ديانة مختلقة شيطانية خلقها جمع من المنافقين من أصحاب هذا النبي صلى الله عليه وآله ومن زوجاته المنافقات لتحطيم هذا الدين من الداخل، لأنه إن تحطمت شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتحطم الدين. يشهد الله كم واحد من الشباب بالكويت وفي غير الكويت، الشباب اللي من الطائفة البكرية يقرؤون هذه الأحاديث ويرتدون بسببها. أنتوا الآن لاحظوا هؤلاء الذين ارتدوا الآن، بعض المصريين ومن أشبه ارتدوا، صاروا نصارى، بعضهم صاروا ملحدين، كل دقهم على هذه الأحاديث، أنه شنو هذا النبي اللي يستحق احنا نتبعه؟ هكذا تكون صفته؟ عائشة وفرت هذه المادة الخصبة لهؤلاء. عائشة لولاها لما خرج الناس من دين الله أفواجا. نحن نقول أيها القوم تعالوا عودوا إلى أمة أهل البيت صلوات الله عليهم، هؤلاء يقدمون لكم السيرة الحقيقية النقية لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، سيرة لا تجد فيها إلا كل طهر، إلا كل قداسة، إلا كل ورع، إلا كل تقوى، جلالة شأن. أتحدى أي شخص أن يأتي ويقول أنه أنتم الشيعة لديكم ما يخدش في النبي صلى الله عليه وآله وتقولون بصحته أو باعتباره، محال. نبينا فوق القداسة صلى الله عليه وآله، ولذلك مثلا نحن لا نقر أبدا بأنه هو الذي عبس وتولى، نقول حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه مو أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، هكذا لا يصنع، ليس هذا النبي الذي نعرفه. نعم، أحسنت سماحة الشيخ بارك الله فيك. كان لدينا سؤال من الأخ من ألمانيا نور الدين، ويقول لا أستطيع إلا أن أفهم اللغة العربية الفصحى، وكان لديه سؤال يقول لماذا سمى أمير المؤمنين سلام الله عليه أبناءه بأسامي أو بأسماء كما زعم الصحابة كأبا بكر وعمر وعثمان؟ أجبنا على هذا السؤال أكثر من مرة، قلنا أولا إن من الخطأ أن يقال إن أمير المؤمنين عليه السلام سمى أبناءه بأسماء أبي بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لم يؤثر عن الأمير، أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام قط، لم يؤثر عنه لا عندنا ولا عند مخالفينا، حتى حديث واحد أنه يقول فيه أنا سميت ابني مثلا هذا عمر باسم عمر بن الخطاب، يعني تعمدا أقصد عمر بن الخطاب، أتيمن أو أتشرف أو أتبارك باسمه فسميت ابني على اسمه أو باسمه، هكذا ما عندنا حديث. ونحن نعلم أن هذه الأسماء كانت رائجة في ذلك الزمان، فمجرد وجود بعض أبناء أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الأسماء لا يلزم منه أن ندعي ونكذب على أمير المؤمنين عليه السلام ونقول لا هو عمدا يقصد من عمر مثلا عمر بن الخطاب. ليش يقصد عمر بن الخطاب؟
وكان بالإمكان أن نقول مثلا أنه يقصد من عمر ابنه الذي سماه، يقصد أنه يسميه باسم أحد أصحابه وهو عمر ابن أبي سلمة، وهو رجل جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن السيدة الجليلة أم المؤمنين أم سلمة عليها السلام. لما لا نقول هذا مثلا؟ فإذا ما دمنا لا نملك دليلا على أن أمير المؤمنين عليه السلام سمى أبناءه بأسماء هؤلاء الأشخاص بأعيانهم، يقصد أن يسمي أبناءه بأسمائهم، فإنا لا يصح لنا أن نتقول على أمير المؤمنين عليه السلام ونزعم أنه إنما سمى أبناءه هؤلاء بأسماء أولئك بالذات، وإنما هذه أسماء كانت رائجة عند العرب، هناك عشرات كان اسمهم عمر، عشرات هم اسمهم عثمان. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، أساسا عندنا أحاديث تؤكد على أن أمير المؤمنين عليه السلام ما سمى أبناءه هؤلاء بأسماء ابن الخطاب وابن عفان مثلا بالذات. يعني مثلا هنالك حديث شريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مضمونه أنه يقول سميت ابني عثمان هذا باسم أخي عثمان بن مضعون، أي أنه تيمن باسم عثمان بن مضعون وهو رجل جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، متفق على جلالته وعلى صدق إيمانه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا سميت ابني باسم هذا، ما قال سميت ابني باسم عثمان بن عفان، قال سميته باسم عثمان بن مضعون. فلا يصح لأحد أن يقول تقولا على أمير المؤمنين عليه السلام وكذبا عليه أنه لا يقصد من التسمية بعثمان يقصد عثمان بن عفان. من أين لك هذا؟ أين دليلك؟ أنا الآن أتحدى أكبر بكري يمشي على الأرض أنه يأتيني بحديث واحد ولو من مصادره أنه أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه أنا سميت أبنائي أبا بكر وعمر وعثمان على هؤلاء الثلاثة، أصلا يفضح نفسه بهذا. لماذا؟ لأنه أساسا لا يوجد ابن لأمير المؤمنين عليه السلام اسمه أبو بكر، ماكو. إنما ذكر أن أحد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام اسمه محمد، كنيته صارت أبو بكر، لا أنه أمير المؤمنين هو الذي كناه أبا بكر أو سماه أبا بكر. هؤلاء القوم الجاهلة لا يفرقون حتى بين الاسم والكنية، يتصورون أنه أمير المؤمنين وهو الفصيح البليغ يسمي أحدا من أبنائه بكنية ما كان معهودا هذا سابقا. الآن الجهلة يسمون الناس بكنية، يسمون واحد يسمي ابنه أبو بكر مثلا، ما هكذا. سابقا كان هنالك اسم وكنية، مثلا أبو بكر ما اسمه، اسمه عتيق، هذا اسمه. وهكذا غيره، أكو اسم أكو كنية. فلا يتصور أن أمير المؤمنين عليه السلام يسمي ابنا له باسم أبي بكر كأن هذا اسمه، هذا يطالب أباه بأنه أين اسمي، هذه كنيتي، وين اسمي. هنالك ولد ذكر أن لأمير المؤمنين عليه السلام ولدا، أحد أولاده، كثر كان عند أمير المؤمنين عليه السلام أولاد، الأمير سماه محمدا يعني على اسم النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذا فيما بعد عرف باسم أبي بكر على ما ذكر بعض المؤرخين في روايات ضعيفة أيضا، يعني مو روايات ثابتة للعلم، أنه هذا يمكن أنه تزوج جاء بولد سماه بكرا فصار اسمه أبو بكر مثلا، عفوا كنيته أبو بكر، وهكذا. فإذا علينا أن نلاحظ الأمر من كل هذه الجهات، ونعرف أن هذه حجة سخيفة يطرحها الآن بعض أهل الخلاف مجرد لإيهام الناس أنه علي عليه السلام كان يحب أبا بكر وعمر وعثمان وإلا لم يسمي أبناءه بأسمائهم. سبحان الله. أحسنت شيخنا. لو كان الأمر هكذا هاتوا لنا دليلا يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام سمى أبناءه بأسمائهم عمدا، كيف والدليل قائم على خلاف ذلك؟ ثم لماذا لا نجد في أسماء أبناء مثلا أبي بكر وعمر واحد اسمه علي،
مثلا يعني، فهذا دليل على البغض. يعني إن كان قد اعتبرتم الأول دليلا على الحب فالثاني حيث لا نجد في أسماء أبنائهم هذا دليل على البغض، والعكس بالعكس. أحسنت بارك الله فيك. ناخذ اتصال من جون من بلجيكا. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على شيخنا الحبيب ومقدم البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ونبارك إلى جميع الأمة الإسلامية بذكرى مولد كريم أهل البيت وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام الله عليه. شيخنا الحبيب، أنا اسمي جان من لبنان، وأنا اعتنقت الإسلام وتشيعت على يد الشيخ أسد أصير وبعض أهل السنة وعلى رأسهم جوزتي. شيخنا بحب أقول لك أنه لازم تنتبه كثير، ونحن منخاف عليك كثير، وإن شاء الله ما يأذوك يا رب. نعم. والكلام اللي عم تحكيه هذا أنا برأيي صح 100%، لأن كان في عدة قنوات وكان يطلع عليهم واحد مسيحي اسمه زكريا بطرس، وكان يقول عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل على عائشة ويداعبها، وكان يتحداهم ويقول لهم أنا أتحداكم وأن تكذبوني، وأنا بتحداكم أن تطلعوا على القنوات وتكذبوني، وما كانش حد يصير يكذبهم يا شيخنا، ما كانش حدا يجي يقابلهم ويكذبهم. بقى برافو عليك يا شيخنا والله يبارك فيك، ونطلب منك انه تكون حذر كثير لان الله يساعدك يا رب. والسلام عليكم شكرا. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء، بارك الله بك وثبتك على الإيمان إن شاء الله، وأقر عينك بدخول الجنة مع محمد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، بارك الله بك. حياك الله. السلام عليكم. الأخ غلام رضا من إيران، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أيامكم سيدي. أيامنا وأيامكم، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أستطيع أتكلم عربية، لا أستطيع أتكلم عربية جيدا. سؤالي، هل يمكن من الذي لا اسمة له، يعني يمكن خطاؤه ومأسية الله، يدخل في الجنة المنظور في أشارة المبشرات لكلام أهل السنة، لأنه بأقوال أهل السنة لا اسمة لهم، وهذا الكلام من الرسول خلاف حكمة الله تعالى؟ من سماعة الشيخ في هذا السؤال توزيع كاملة، شكرا. نعم. لكم، بارك الله فيك وحياك الله. ناخذ اتصال من الأخ علي من البصرة. السلام عليكم يا أخ علي. السلام عليكم أخ علي. رحمة الله عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ علي، كل عام وأنت بخير. أن الله يكون بخير حبيبي. بس راح بس لأن ما تأخذ المخافة في كم مرة ما يطلع صوت عندي، واضح مو واضح والله علي، ما قاعد أسمعك. ممكن تتصل مرة ثانية وانت تقول قاعد تصل؟ اعتقد سمعت انه قال لا تصل اكثر من مرة وما قاعد يطلع. ما يخالف اخواني، انتظروا اخ علي يتصل مرة ثانية، خليه تداخل ان شاء الله. حتى اسمع صوتك. لا الحين اوكي، تفضل. حبيبي بالنسبة نبارك لكم بولادة. الله يبارك حياتك، الله يعينكم يا اهل البصرة، الله يعينكم يا اهل العراق. لا كهرباء مضبوطة، لا تلفونات مضبوطة، لا انترنت مضبوط، الله يعينكم إن شاء الله. ناخذ أبو شهد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ أبو شهد. السلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعاده الله علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية. كل عام وانت بخير. طيبين بميلاد الإمام الحسن. وانت طيب وبصحة وسلامة إن شاء الله. يطول لي عمرك. أنا حبيت شوية بس أحط مقارنة بسيطة. صح. يعني صار لي فترة أسمع محاضرات الشيخ ياسر الله يحفظه، وحبيت أشارك بالموضوع اللي موجود الحين. نعم تفضل. اللي هو احنا لو نقارن بس صورة التحريم وما نزل فيها بزوجتي الرسول عائشة وحفصة لعنة الله عليهم، وبموقعة بدر وغزوة بدر، اتفق المسلمين على ان غزوة بدر الله سبحانه وتعالى انزل مع المسلمين من 4 إلى 5 آلاف ملك يقاتلون مع المسلمين، صحيح الكلام؟ نعم. بالمقابل في سورة التحريم الله سبحانه وتعالى يقول فيها هاتين المرأتين بأن إذا لم يعاملوا زوجهم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحسنى ليكون الله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ومن بعد ذلك الملائكة ظاهرة. نعم. يعني أعظم من غزوة حتى بدر. من تتوبة فقد صغت قلوبكم. نعم بالضبط بالضبط. فهذه حرب، لا يجون الجماعة ويلغون سورة التحريم من القرآن وما يقرونها حتى في قنواتهم. أحسنت أخوي أبو شهد، بارك الله فيك على عمرك. طال عمرك وإن شاء الله وإن شاء الله إحنا على مساركم ماشيين حتى هني بالكويت على فكرة. الله يخليكم، بارك الله فيكم، هذا العشم فيكم. الله يحفظكم. شدوا الحيل شدوا الحيل، بارك الله. وكل عام وأنتم طيبين. وأنتم بخير وصحة وسلامة. في أمان الله. في أمان الله وحفظه. ناخذ أم أحمد من الكويت كذلك. ما شاء الله وعندنا متابعة من الكويت قوية اليوم. السلام عليكم يا أخت أم أحمد. السلام عليكم أخت أم أحمد. السلام عليكم. معانا أخت أم أحمد. السلام عليكم. تسمعيني أخت أم أحمد؟ السلام عليكم. ظاهر ما قاعد تسمع. السلام. نعم ممكن. أوكي سماحة الشيخ، في عندنا سؤال من الأخ غلام رضا يقول هل من الممكن أن من لا عصمة له يمكن له الخطأ، فيمكن يعني يحدث الخطأ ويفعل الخطأ؟ لذلك في حديث 10 المبشرين في الجنة نجد أن كلام النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يعني ضد حكمة الله بأن ينسب أناسا عاديين غير معصومين الجنة، فيقول يريد توضيح من هذا الحديث وشرح لهذه الجزئية. يعني هذا الأمر أوضحناه في الليالي الماضية بإسهاب واستيعاب على ما ببالي، وذكرنا أنه يقبح بالحكيم أن يغري من ليس معصوما، يغريه بارتكاب المعصية بأن يضمن له الجنة سلفا، فإن هذا بحد ذاته إغراء بالقبيح. هذا على نحو العام الذي لا يأبى تخصيصا، يعني هذه قاعدة لا تأبى تخصيصا واستثناء لحكمة تزاحم، والبحث في هذا كما بينا كلامي مفصل، لا يسعنا أن نستوعبه من كل جهاته في دقائق، ولكن هذه هي القاعدة، هذا هو الإجمال. ولهذا نحن نرد هذا الحديث الموضوع، حديث سعيد بن زيد
في أن هنالك عشرة قد بشروا بالجنة. نقول هذا حديث موضوع لاتفاق الأمة على أن هؤلاء ليسوا معصومين، وأنهم لا يمتنع عليهم فعل الكبائر فضلا عن الصغائر. الأمة مجمعة على أن هؤلاء هم على هذه الصفة، إلا علي عليه السلام فيه الاختلاف، فإن شطرا من هذه الأمة يقول بعصمته، فنرجو عليا صلوات الله عليه، ويبقى البقية مشمولين بهذا المحذور، فلذا يبطل هذا الحديث من رأسه، لأنه يقبح بالحكيم أن يفعل هذا. وتفصيل الكلام كان في الليالي الماضية، ولذلك ننصح الأخ الكريم إذا أمكن أنه يتابع تلك الحلقات إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نأخذ بهذه اللحظة اتصال من الأخ عزيز من إيران. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الهاتف الله يخليك أخي عزيز. الله يبارك فيك. وأشكر الشيخ الحبيب الشيخ ياسر، شكرا يعني جزيل الشكر. الله يخليك، العفو. طبعا البارحة كان عندي سؤال، ولكن الليلة عندي سؤالين. أحسن، جاوبنا على سؤالك بداية الحلقة عشان لا تقول نساني يا عبد الله. نعم نعم سمعت. بارك الله فيك. سمعت نعم. الله يخليك. ولكن الليلة عندي سؤالين. تفضل. ألا ترسمون يعني؟ تفضل أفعلك، عيوني لك. سؤالي الأول، سورة الفاتحة. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. يعني هذه السورة مقطع الآخر من الآية لم يشمل أبا بكر، لأن نعلم إحنا فاطمة الزهراء كانت كاظبة منه. نعم. هذا أولا. والسؤال الثاني من حضرة الشيخ. تفضل. ألو. إيه نعم أسمعك، تفضل. نعم تفضل أخ عزيز، سأل السؤال الثاني. تفضل. ألو. نعم أسمعك. الظاهر لا، الأخ ما يسمعني لأنه قاعد يقول ما يسمع. لا عندي يصوت كثير يعني. ألو. نعم الحين أنا أسمعك، تسمعني؟ عادل ممكن بس تاخذ الاتصال الثاني لان الاخ ما يسمع. السلام عليكم اخ ابو عبد الله من بيرمنغهام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. وأيامكم، كل عام وأنتم بخير أخ عبد الله. كل عام بخير والصحة والسلامة، وجعلكم الله من مقيمين أفراح أهل البيت إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. منا ومنكم تحية طيبة إلى سماحة الشيخ المجاهد، الله يبارك فيه ويوفقه إن شاء الله. حقيقة أخوي عبد الله، يعني الله وبياكم. الله يسلمكم. الله يحفظ. نعم تفضل. نعم نعم. حقيقة أخوي عبد الله، يعني عندي حديث أخرجت من كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، هو كان كتاب مختصر صفة الصفوة، ولكن هذا الحديث يقول به عمر بن الخطاب رضي الله عليه، يقول وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لكم، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يتحجب فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وآله نساؤه في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. أو هذا صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. السؤال هنا سمحت الشيخ، في البداية يقول وافقت ربي في ثلاث، يعني الموافقة جاءت من عمر إلى الله عز وجل، هذه النقطة الأولى. هل
ان عمر كان يعتقد نفسه بمثابة اله، بمثابة يعني اذا تأملنا في هذه الجملة سماحة الشيخ نرى ان عمر كان يعني حتى ما يعتقد بالنبوة او يعتقد بانه نبي او كذا، ولكنه يعتقد مشرع كالمولى عز وجل، يعني هو جعل نفسه نظير لله عز وجل، انه ينام مثلا ويتخيل او يتحلم ويقعد يقول هذا اللي صار الله عز وجل يوافقه. هذا اولا. الثانية اللي يقول بها يدخل عليهن البر والفاجر على نساء النبي، فهل هذه الدعوة انه اول من طعن بنساء الرسول صلوات الله عليه وآله؟ لا. هذا ثانيا. وثالثا آية في سورة التحريم، آية يبدله أزواجا خيرا من كنا، فهو هنا أثبتوا أنه يعني كلامكم زين صحيح 100%، لأن هو من أثبت هذا الكلام أنه أزواج الرسول صلوات الله عليه، وهاتان الاثنتان اللي هي عائشة وحفصة لعنة الله عليهما هن يعني هنا الإثبات عليهن. أنا حقيقة ممنون لكم سماحة الشيخ، وأرجو المعذرة للإطالة. بارك الله فيك أخوي أبو عبد الله، أحسنت. الله يحسن إليكم. طيب الله أنفاسكم، ونشكر الأخ عبد الله على البحث، ويبحث دائما ويقرأ. هذه نبي الشيعة دائما يبحثون يقرون يستنتجون استنتاجات من الأحاديث المخالفين حتى يحاجوهم إن شاء الله، على وعسى أحد منهم يهتم إن شاء الله. ناخذ أم أحمد من الكويت. السلام عليكم أختي أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تسمعين أختي أم أحمد؟ السلام عليكم. الظاهر الاتصال من الأخت أم أحمد غير واضح. سماحة الشيخ، الأخ عزيز من إيران عنده سؤال، يقول الفاتحة، سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يشمل هذا أبو بكر في هذه الآية؟ نعم يشمله، وهذا أمر نطقت به الآثار الشريفة عن أئمتنا صلوات الله عليهم، أنه من جملة المغضوب عليهم المعنيين في هذه السورة المباركة أم الكتاب فاتحة الكتاب هم أبو بكر وعمر وعثمان وكذا عائشة وحفصة، والضالون هم أتباعهم، أتباع هؤلاء. فأنت حين تدعو الله عز وجل في سورة الفاتحة في صلاتك وتسأل الله تعالى أن لا يجعلك من الذين يتبعون صراط هؤلاء، صراط الذين أنعمت عليهم، أي أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ليس صراط هؤلاء المغضوب عليهم الذين غضب الله عز وجل عليهم، ولا الضالين الذين هم أتباعهم. فنعم هذا أمر ذكرته الآثار والروايات الشريفة، والاستدلال الذي تكلم به الأخ الكريم استدلال صحيح يستطيع أن يحج به أهل الخلاف، أنه ما دام قد ثبت في أحاديثكم أن الله تعالى يغضب لغضب فاطمة صلوات الله عليها ويرضى لرضاها، وحيث ثبت في أحاديثكم كذلك أن الزهراء عليه السلام كانت غاضبة على أبي بكر وعمر، بل كانت تدعو عليهما في كل صلاة تصليها كما ثبت كذلك في أحاديثكم واعترف به كبار علمائكم، فمن هذا نستنتج أن أبا بكر وعمر يغضب الله عز وجل عليهما، هؤلاء من المغضوب عليهم من قبل الله تبارك وتعالى، لأن الزهراء عليه السلام غضبت عليهما، ونحن مأمورون بأن نبتعد عن المغضوب عليهم، ونسأل الله تعالى أن لا نسلك مسلكهم ولا نسير في صراطهم، فكيف توالون هؤلاء الذين هم من المغضوب عليهم؟ هنا ملاحظة هكذا فقط، حتى الأخ الكريم أيضا من باب الشيء بالشيء يذكر، أنه يبحث في هذا الأمر أيضا للعلم. الطاغية عمر بن الخطاب لعنة الله عليه حينما كان يصلي بالناس يقرأ هذه السورة هكذا،
غير المغضوب عليهم وغير الضالين، ولم يكن يقول ولا الضالين، كان يجعل كلمة غير مكان حرف لا، وهذا ثابت في مصادر أهل الخلاف ونقلناه في محاضرة سابقة. فالذين يقولون بأنه أنتم الشيعة تقولون بتحريف القرآن هم أولى بأن يهاجموا إمامهم الطاغية عمر، لأنه كان يحرف القرآن وكان يقرأ بهذه القراءة. نعم أحسن سمعت الشيخ. الأخ أبو عبد الله من بيرمنغهام كان عنده قراءة لحديث عمر المشهور الذي يقول وافقت ربي بثلاث، اللي هي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، ونزلت فيه الآية ونساء النبي الذي التي يدخل عليهن البر والفاجر، وعندما اجتمعت غيرة النساء فآية الطلاق التحريم الواضحة. يقول بالبداية عنده ثلاث نقاط وثلاث أسئلة على هذا الحديث. بالسؤال الأول، هل نعم عندنا الملاحظة الأولى سمعت الشيخ، هل عمر يضع نفسه مكان الله؟ ملاحظات هذه تجيب على أسئلة الأخ إن شاء الله. نعم تفضل. نعم أنا عندي ملاحظات على هذا الكلام المنقول عن عمر بن الخطاب، وهذه الملاحظات تجيب إن شاء الله على أسئلة الأخ التي ذكرها بشكل عام. الملاحظة الأولى، أولا هذا حديث كذب فيه عمر، لا يخفى ذلك على كل ذي فطنة أنه عمر يكذب بهذا الحديث، يريد أن يرفع من شأن نفسه ويزعم أنه الله كان يأخذ برأيه. يعني عمر ماذا يريد أن يصور للناس؟ أنه أنا كنت أقول أشياء فالله يتبعني، الله كان، أنا كنت أقول أنه لا بد من أن مثلا يتخذ مقام إبراهيم مصلى فالله التفت شاف لا صحيح كلام عمر، يعني واقعا خوش كلام، كان خوش اقتراح وشيء مهم فالله وافقني في ذلك يعني. وكذلك في قضية الحجاب والآيات الأخرى التي ذكرها، هذا الأمر الأول، هذا لا يخفى أمر يعني مكذوب، ويحاول عمر أنه هكذا أصلا يحط من الكرامة الإلهية بعد مو كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع من شأن نفسه، وهذا لا يقبله إنسان مسلم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي جديرة جدا بالتأمل وحقيقة قاصمة ظهر للمخالفين، المخالفون إلى اليوم دوخون يقولون أن كل الصحابة على تعبيرهم كانوا عدول أتقياء بررة. إحنا نقول لا، أكو من بين هؤلاء الصحابة كان من بينهم ماذا؟ فجرة. يقولون لا واويلاه، كيف تطعنون في هؤلاء الصحابة؟ كيف هكذا تصنعون؟ ألا تتقون الله؟ والحال أنهم لا يلتفتون إلى أنه إمامهم عمر في نفس هذا الحديث الذي يروونه طعن في هؤلاء، لأنه ماذا قال؟ يدخل عليهن البر والفاجر. هذا من اللي يدخل عليهن البر والفاجر؟ مو من مجتمع من تسمونهم الصحابة؟ مو في زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن هؤلاء كانوا أصحابه، وعمر يقول كان قسم من هؤلاء فجرة يدخلون على نساء النبي صلى الله عليه وآله على حد زعم عمر، فلماذا تشنعون علينا؟ ليش ما تشنعون على إمامكم عمر تقولون كان يطعن في الصحابة ويقول عنهم فجرة؟ يعني لما الكيل بمكيالين؟ الآن هم المخالف قاعد يسمعني يقول واو إلى هالشكل يلطم على رأسه، طلع إمامنا عمر ما يقول بعدالة الصحابة، طلع أول من أول واحد طعن في الصحابة إمامنا عمر، هسه شو نسوي؟ طلع هم عمر به يعني نزعة رافضية شوية، مو هالشكل؟ مشكلة جهل جهل، لا يلتفتون حتى إلى أحاديثهم. إذا تريد أن تقول بعدالة الصحابة أجمعين كما تسميهم أنت، فمعنى ذلك عليك أن ترفض هذا الحديث، تقول هذا حديث مكذوب، هذا حديث لا نقر به لأن فيه طعنا في عدالة الصحابة وتسمية قسم منهم بالفجرة. ولكن يريد أن يتشبث بهذا الحديث، لماذا؟ لأنه يرفع من شأن إمامه عمر أو إلهه عمر،
وفي نفس الوقت يريد أن يظل يعاند ويعتقد بما يسمى عدالة الصحابة أجمعين. وهذان أمران لا يجتمعان. ارسلك على بار يا أخي، إما هذا إما هذا. ولذلك نقول إن الديانة البكرية ديانة المتناقضات. لما نقول هذا الكلام نحن واثقون مما نقول، وهذا أمامكم الآن، بح صوتنا من بداية شهر رمضان إلى الآن نعرض إشكالات على هذه الطائفة البكرية وعلى اعتقاداتها وأحاديثها، وماكو أحد بزود اللي يطلع ويجاوب. يطلعون في قنواتهم تهريج وسخافات وحوار قردة. شايفين القردة لما يتحاورون هكذا يقطع الصوت ويجيب لناس مثلا جبناء أو أناس مثلا ما عندهم علم ما عندهم فهم، على أساس هؤلاء يمثلون المعسكر الشيعي، ويطلعهم ويضحك الناس عليهم وعلى نفسه. حوار قردة، تعال أهلا وسهلا ناقش بكل حرية. يظلون بالأكاذيب. قبل فترة بلغوني من الكويت أنه إحدى قنواتهم ادعت زعمت أنها وجهت لي دعوة رسمية حتى أتناظر مع واحد من ذول قصاصيهم مشايخهم، ذول المساطيل ملوتهم، ويشهد الله ما وجهت إلينا أي دعوة رسمية. بس يكذبون هكذا على الهواء أنه لا إحنا خاطبنا علماء الشيعة ومشايخهم وإلى آخره، وخاطبنا فلان وفلان وفلان وياسر الحبيب خاطبناه رسميا ولم يرد علينا. والله أكاذيب. حتى أنا سألت الإخوة بالمكتب قبل فترة أنه وصلكم، قالوا ما وصلنا ولا شيء. ليش الأكاذيب؟ يعني لماذا تنصرون مذهبكم بالأكاذيب؟ هاي تطلعون أكاذيب يوم بعد يوم. تعالوا ناقشوا بالكلام العلمي المنطقي الاستدلالي بنوع من الاحترام. تعالوا ناقشوا احترام الذات، احترام العلم، احترام الأمانة العلمية. تعالوا تقدموا إلى الميدان. ما عندهم استعداد، يظل فقط في هذا الأسلوب يسير ويجري. نعم أحسن سماحة الشيخ، بس في نقاط ثلاثة ممكن ذكرته، ممكن يعني عمر أثبت النقطة الثالثة، وهي النقطة الثالثة أن عمر أثبت أن عائشة وحفصة هن اللتان مذكورتان في الرواية لما قال أن ربي وافقني على آية يبدلها أزواجا غير خير منكن. فهو نفسه أثبت أن أول من أثبت أن أو لفت النظر إلى أن عائشة وحفصة هن اللتين معنيتين بالآية. لا، أولاً عليكم أن تلاحظوا مسألة، أنه عمر كان يتلصص على أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عنده حديث غير هذا الحديث أنه لما كانت تخرج سودة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج لكي تقضي حاجتها خارج المنزل أو البيت، تروح حتى تقضي حاجتها، كان يذهب يتلصص عليها يركض وراءها ويقول عرفناك يا سودة عرفناك يا سودة، هكذا. هذا موجود عندهم في صحاحهم في أحاديثهم، ولكن يعتذرون له بأنه كان يفعل ذلك حق منه على أنه تنزل آية الحجاب. شوف أصلا المسخرة حقيقة. الآن هو الله ما سمع كلامه الآن أنه يحجب نساء النبي. طبعا هذه بحد ذاتها فضيحة، يعني نساء النبي كانوا يطلعون سافرات يعني قبل ما الآغا عمر يتكلم. شنو هذا الكلام السخيف؟ هسه مو مشكلة، الله عز وجل متأخر فترة، كان يتأخر ما ينزل آية الحجاب كما يشاء عمر. فعمر شي يسوي؟ يروح يأذي، يروح يتلصص، يروح هكذا يلاحق زوجات النبي حتى يحرجهن، يشوفهم ويقول عرفناك يا سودة، لأن سودة كانت طويلة، ويقول عرفناك، ترى عرفناك أنت طالعة من بيت زوجك، من بيت زوجك النبي، رايحة حتى تقضين حاجتك، حتى يعني يستفز الله، يخلي الله بسرعة ينزل يعني آية الحجاب. شوفوا المسخرة بالله عليكم، أي ديانة هذه؟ أي معتقد هذا؟ يعني حتى الله عز وجل صوروه بصورة هزلية، فالله يضطر بعد ذلك أنه لا، ما دام عمر هالشكل دا يأذي يعني ويرتكب المعصية، هم عمر بالتلصص على امرأة مؤمنة
حسب اعتقادهم وأم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وآله، اللهم يضطر أنه لا بعد أخيرا يشوف ماكو شارة لازم أنا أنزل آية الحجاب. فالقضية فيها حقيقة كثير من الهزل، كثير مما هو يضحك ويبكي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القضية مو في هذا الحديث عمر فضح عائشة وحفصة، في أحاديث أخرى أشد من هذه كثيرا ونقلناها في كتاب الفاحشة. أساسا الآن شوف محور أو المرتكز الذي يرتكز عليه الجميع في إثبات أن سورة التحريم نزلت في ذم عائشة وحفصة، قول منو تتصور؟ قول عمر بن الخطاب. هاي رواية مشهورة موجودة في كل كتب التفسير، كل كتب التفسير لكل الفرق موجودة، أنه ابن عباس يسأل عمر بن الخطاب في من نزلت إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يقول في عائشة وحفصة. الحمد لله الله يجري على لسانه الحق، فهو فضح عائشة وحفصة. أساسا هنالك حديث آخر أيضا، اقرأوا أنتم الأحاديث، أنا أنصح الإخوة جميع المسلمين أن حقيقة يحفظوا سورة التحريم ويتدبروا فيها ويقرأوا التفاسير في سورة التحريم بالذات الفصل في تفسير سورة التحريم. والله وبالله مجرد قراءة سورة التحريم وتفاسير سورة التحريم تدفع الإنسان المسلم لأن يبرأ إلى الله تعالى من عائشة وحفصة. يقول هاتان امرأتان آذتان نبي هكذا، بحيث الله ينزل سورة كاملة في ذمهما وتقريعهما وإثبات زيغهما، صغت قلوبهم قلوبكما يعني زاغت عن الإيمان يعني نافقت، ويضرب لهما مثلا بامرأتين كافرتين، ضرب الله مثلا الذين كفروا. زين، كل هذا الله ينزله ويجيش جيش من الملائكة وصالح المؤمنين وجبريل والله معهم دفاعا عن نبيه، قضية حرب مع هاتين المرأتين، هذا لا يكون من فراغ. إلا هاتان المرأتان مجرمتان ملعونتان خبيثتان آذتا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذا قرأتم تلك التفاسير ستقفون على حديث أيضا عن عمر بن الخطاب يعترف فيه بأن عائشة وحفصة آذتا رسول الله صلى الله عليه وآله. هو بنفسه يدخل على عائشة يقول لها يا عائشة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا الحديث بحد ذاته كاف لتجويز اللعنة على عائشة. لماذا؟ لأن القرآن يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هذا في القرآن. وعمر بأحاديثكم يقول عائشة آذت النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك دخل عليها وكان يهاجمها ويقول أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ طبق الآية على قول عمر تقول لعنة الله على عائشة، تستحق اللعنة لأنها آذت النبي صلى الله عليه وآله. فالقضية واضحة، الله عز وجل يجري الحق على ألسنة هؤلاء من حيث لا يشعرون. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسكم على سعة صدرك وجوابك على الأسئلة اللي تطرحت عليك بكل دقة وكل أمانة علمية، ونشكرك سماحة الشيخ أول شيء حتى ننهي. حياكم الله، شكرا لكم. حياك الله. أعزائي المشاهدين، ما بقي لي إلا أن استغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.